دول اتنين فدان وربع عاملين 1,012,000. ملك حر عاج اخضر نهائي جمعية الكفاح فيها منزل صغير طبعا ده ولها خط مواسير فيها ميه وكهرباء فيها ميه شرب وفيها كهرباء وفيها ميه ومكنه خاصه لحسابها على الطرعه الرئيسيه جنب المنجه ديت. بسم الله ما شاء الله. بينها وبين الطرعه الرئيسيه 250 متر بالظبط. لا 250 لا ده بينها وبين الترعه ده 140 متر. 140 متر من الطرعه الرئيسيه. 140 لا 130 كمان. 130 متر بينها وبين الطرعه الرئيسيه. ولها خط مكنه خاصه بيها مع الطرعه الرئيسيه. سكنه هي بسم الله ما شاء الله عامله 1,012,500 اتنين فدان وربع زي ما انت شايف. بسم الله ما شاء الله جنب المنجم محاوطه الارض سمراء هي بسم الله ما شاء الله ومحاوطاها المنجم من جميع النواحي. ارض ملك حر عقد نهائي للجديين والله من حنك صاحبها بالله خلصان في دم 450 من حنك صاحبها. شوف التربه عامله زي الارض عامله زي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. انا اخذت الكلام من حنك صاحبها ما لا زودت ولا نقصت. 1,012,500 الاثنين فدان وربع دول فيهم كهرباء وماء الشرب هم وبصراحة عايز اظبط اهي للي عايز يعيش. خط مواسير خاص بيها من على الطرعه الرئيسيه 130 متر تبعد عن الطرعه الرئيسيه خط ميه خاص بيها زي ما انت شايفه اهو. بسم الله ما شاء الله والصوره مش عايزه الا تكمله بسيطه اهي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وادي خط المواسير جنب الطرعه الرئيسيه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جنب الطرعه الرئيسيه معمولها قاعده تفضي في الارض زي ما انت شايف كده. بسم الله ما شاء الله هذا عرض وطوله هي بسم الله ما شاء الله. جنبك مدى الشات جنبك محطات جنبك معالف بهايم بسم الله ما شاء الله هي. مكان سكنه 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 يعني شارب 1,012,500 سكنه يبيع فيها بالقرط بالقرط ماشي فيها على 30,000 جنيه القرط فيها القرط ماشي هنا على 30,000 في ملك حر عاج اخضر نهائي. بسم الله ما شاء الله بصراحه عايز اظبط اهي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جنبك برسيم حجاز جنبك المنجه ميه صيف شتاء بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.